السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم قناه خديجه، صراحه وحشتكم بزاف متتبعات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بتقدم لكم هذه الغديوه البسيطه. جات عندي الوالده ديالي ودات لها الدجاج محمر وصفى، وبغيت نتقاسم معكم اليوم هذه الغديوه. نتمنى تعجبكم وتتبعوا الفيديو حتى الاخير، ما تمشيو فين، تبعوا الفيديو حتى الاخر، اكيد غادي يعجبكم. وما تنساوش ديروا تعليقكم محفز واحد اللايك، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. انا خديت الدجاج ديالي بوزن كيلو ونص الدجاجه، المجموع 3 كيلو، درتهم وبغيت نحمرهم. الصراحه غسلت الدجاج مزيان بالملح والخل، وخليت واحد نص ساعه مرقد في الخل والملح مزيان باش يتغسل ليا. من بعد هذيك نص ساعه شديت الحامض ورقدته حتى واحد ربع ساعه في الماء والحامض، صافي. ومن بعد ثاني درت السكنجبير، صراحه الدجاج كيتغسل مزيان بالملح والحامض والسكنجبير، انا كنت نكثر ليه الحامض باش يتغسل ليا مزيان. وصافي من بعد ما تنقيه كناخذ هذاك الدجاج ديالي وكنشرملو وكنديرو في الفريغو يجمد ليله كامله باش كنعاود نطيبو ثاني. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا شنو غندير. الشرمولة ديال الدجاج غادي ناخذ واحد 4 ديال الثومات محكوكين، غادي نزيدو عليهم واحد المعلقه ونص ديال القزبر يابس، كيجي في الدجاج زوين كيعجبني انا بزاف. وغادي نضيفو ليه واحد المعلقه ونص ديال الخرقوم عرق، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال البزار ما تكونش عامره، غادي نزيد واحد المعلقه ديال السكنجبير، معلقه غير صغيره ما تكونش معلقه كبيره. وغادي نستعمل، انا كنستعمل هذا الخرقوم ديال الملون، صراحه انا ما كنتش كنستعملو ولكن دابا وليت كنستعملو حيت كيجي زوين في الطياب، وكثر في الدجاج المحمر كيجي هائل. حيت كثروا عليه اشاعات بزاف كخايب كيدير شي مارض، هذا انا ما كنتش تنستعملو واحد عامين ولا 3 سنين، دابا وليت كنستعملو دابا في الطياب ديالي كيجي زوين. غادي ندير منه واحد رشيشه صافي، كنضيف واحد ربع كاس ديال الماء، غادي ناخذو حامضه مصيره تكون غير صغيره، غادي نقسموها على جوج وغادي نقطعوها بهذه الطريقه هذه، باش منها كناخذو هذاك اللب ديالها للداخل، هو اللي باش كنديروه مع العطريه ديال الدجاج، وهذوك اللي تيبقاو خاويين كنعمرهم بالهريسه يا اما الحمراء يا اما الخضراء يا اما بجوج، وكنزينو بهم الدجاج كيف كتشوفوا الطريقه كتبان قدامكم.
كنبداو نشرملو فهادوك الدجاج ديالنا مزيان، كندخلو ديك الشرموله في الجناب والداخل ديال الدجاجات، كنشرملهم مزيان حتى كيتشرملو. غادي نرقدهم فهاديك التشرميله وصافي، غادي نتكهم بسميتو، غنخليهم في الفريكو يباتوا الليل كامل، والغدين غادي نطيبهم. سمحوا لي بزاف حيت التصوير شويه ناقص، ما عنديش اتساع في الكوزينه حيت هاد الدار اللي سكنت فيها غير كارياها صغيره بزاف، الكوزينه ما كاينش فين نوقف نهائيا، داكشي علاش. صافي من بعد كناخذ هذاك الدجاج وكنديرو في الفريكو من بعد ما شرملتو. تبارك الله راه واخا فيهم كيلو ونص راه كبارين، تيبانو كبار. شتو الدجاجات ديالنا راه تشرملو دابا مزيان، غادي ناخذهم وغادي نديرهم في الفريكو وغيباتو ليله كامله باش نطيبهم الغدلين باش يشربوا هذيك التشرميله مزيان. كناخذ هذوك الدجاجات وكنضيفهم في الكوكوط، غادي نضيف عليهم جوج بصلات متوسطين، غادي نشلضهم ونزيد عليهم شويه القوام شويه القزبر يابس، واحد نص معلقه، نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكنجبير، واحد ربع معلقه ديال الابزار. ما غاديش نكثر العطريه بزاف حيت في الاول درت العطريه وصافي. كنتكهم بواحد الكيغدو مزيان باش يطيبوا ليا، غادي نضيف عليهم الماء طايب غليان باش حيت انا مثلا حملش ندير الماء بارد في الطياب كيف ما كان الحال. الدجاج راه طاب وحيدته دابا، درته في الفران يتحمر مع الزبيده، وهذه هي المريقه كتجي عاقده بزاف حيت قربت طيب البصله، درت ضفت عليها واحد الكبيدات خليتهم يطيبوا، وهاد الزويتيناتها ما شرملتهم، درت فيهم القزبر ومعدنوس، والدجاج ديالي راه حمرته في الفران بالزبيده وزينته بالهريسه. قياس ديال واحد 3 الناس حتى ل4 الناس هاد الدجاجات، ماشي انا درتهم على شي حد كثير ولا شي حاجه، غديوه ديال قياس ديال 4 الناس. كيف كتشوفوا الضغميره كيجات غزاله كتشهي مع هذوك الكبيدات. ونسيت ما قلت لكم حيت القنصات قطعتهم وطلقتهم هما الاولين حتى طابوا مزيان، عاد ضفتهم للضغميره في الاخر، وخديت السفه حتى هي زدتها. غادي ناخذ السفه ديال القمح، هي اللي كنستعمل ديما، كندهنها بواحد شويه الزيت ديال المائده الروميه صافي، وكنردها الفران الاولى. انا كندير الفران الاولى فيها نص ساعه حتى كتفور مزيان، عاد كنحطها. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك، ما تبخلوش عليا باشتراك، انا محتاجه للدعم ديالكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، اكيد غادي يعجبكم، ونتمنى خير ان شاء الله.
غادي نضيف هذيك الصفه البرمه ديالي غادي نردها تفور. وبالنسبه للمشمش حتى هو كنفورو بها والزبيب. انتما شوفوا هاد البرمه راه يلا جابتها ليا الوالده البارح مسكينه جابتها ليا من البلاد شريتها ليا حيت البرمه ديالي تهرست ليا من اليدين والله الا جابتها ليا عجباتني ثقيله وزوينه. وتنضيف الزبيب غير من الفوق كنخليه يفور ما كنسلقو ما كندير ليه حتى شي حاجه كيعجبني انا بحال هكا نردو مع صفتي فور معاها صافي. من بعد ما كدير الفوره الاولى واحد نص ساعه كناخذ واحد البانيو يكون فيه الماء بارد ونطلق هذيك الصفه في هذاك الماء باش تشرب ليا هذاك الماء باش دغيا كطيب الصفه بلا ما نبقى كنرش رش رش بحال هكا. هكا من الاحسن كتجي ساهله ما كديرش فورات كثار. انا كندير غير ثلاثه د الفورات اولا اربعه بعد المرات هما اللي كندير دغيا كطيب ليا الصفه.
السفره دابا المره الثانيه باش تفور المره الثانيه، كنخليها تفور جد واحد ربع ساعه. هاد المره غادي نستعمل الماء طايب، وخا الماء طايب في البرمه راه نقي. كنخوي الماء من البرمة على السفرة وكنبقى نحرك بالمعلقة، ما ديروش يديكم حيت الماء طايب، مقدرتش انا ندير يديا في الماء طايب، استعملت غير المعلقة. الطريقه انا اللي درت ديال الماء طايب كنستعملها جوج مرات من وراء هاد الفوره الثانيه، هي اربعه الفورات. المره الاولى كندير الماء بارد وثلاثه المرات ديال الماء طايب وصافي، كتوجد السفه ديالنا كنحطها في القصريه وكندير عليها الزبده، كندهنها بالزبده والسكر كلاصي وكنزينها باللوز مهرمش ولا الكاوكاو على حسب كل واحد واش عنده، وكنزينها بالمشماش والسكر كلاصي والقرفه واللوز مهرمش ولا الكاوكاو مهرمش، كتجي زوينه ودغيا كطيب كيف كتشوفوا. وهاد الدجاج راني حطيته والديسير، الصراحه غدي وعلى قد الحال. الوالده جات عندي مسكينه كانت مريضه، جيت ديتها دوزت ليها ودرت ليها الغديوه حيت وحشتها بزاف، راها بعيده عليا. ما تنساوش اشتركوا عندي في القناه وديروا لايك وتعليق محفز، وراني كنحبكم بزاف.